ليش طلعت لبرا؟ ما لازم تطلع، فرض حدا شافك. بعرف ما في حدا بالبيت، ما عم لاقي المشاريب، وين رحتوا فيهم ما بعرف. برأيي ما تشرب لحتى ما تفقد السيطرة على حالك. شايفك رح تموت من الرعبة. طبعا إذا فقدت السيطرة على نفسي أول شيء أنا رح قتلك أنت سليم. مثلا لو أنا قتلتك بهي اللحظة، صدقني ما حدا رح يقدر يخلصك مني أبدا. شو هالحكي يا مصطفى؟ دير بالك، نهايتكم رح تكون مثل نهاية مراد. شات، تعال هون. شات، مين هي؟ ليلى خانو، جارتنا الجديدة. هي اشترت بيت أهله العثمان، والكلب إلها. يلا ارجع، ارجع لمطرحك قبل ما يشوفك حدا هون. شات، تعال عندي. شات، ارجع لعندي بسرعة. شباك، اهدى اهدى شوي. خلص اهدى اهدى شوي. شباك، اهدى اهدى. شو صار لك؟ اهدى. لا تواخذني، بس ما بعرف شو قصته اليوم. بجوز مالل من قعدة البيت وطلع ليتسلى برا شوي. لا، هذا عم يتدلع وبده يفوت على البيت لجوا. اهدى شوي. شباب، هلا بروح غير ثيابي وبطالعوا شي مشوار. بين اهلك ما نوم بالبيت. ايه، مو هون، طلعوا يتعشوا برا. شي حلو. يلا بشوفك، خلينا نمشي. لك انت شو بك اليوم؟ اهدى شوي. تع خلاص. وعم تضحك كمان؟ كنت رح تعملها تحتك. بلا غلاظة، هاي مسحة ما بتنمزح يا حيوان. جبان، احكي عن حالك، على القليلة أنا ما هربت. فرجيني، خليني شوف إذا عملتها تحتك. عثمان، بلا غلاظة. Ha ha ha!